عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على كل مشاهدينا الكرام، كل مشاهدي قناة المحور في كل مكان. حلقة جديدة وبرنامجكم مطبخ عظيمة، تحية وحب وتقدير لحضراتكم. وطبعا بشكر كل أصدقائنا المتابعين الكرام سواء من خلال شاشة المحور أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمة بالعربي. النهاردة الوصفات هتكون يعني زي ما بيقولوا إيه، كل اللي حضراتكم بتطلبوه بنحطه في الأولوية، وعاملين اعتبار جدا إنه إحنا مع حضراتكم يوميا، وإنه التواصل بينا بيكون من خلال السوشيال ميديا الفترة دي، لكن إن شاء الله هنبقى متواصلين معاكم مباشرة قريبا بإذن الله. لكن مهتمين جدا بكل ما حضراتكم تطلبوه، وكل الوصفات بنبدأ نحطها في الأولوية اللي بتطلب بحاول أفعلها. في وصفات إن شاء الله هتبقى مميزة جدا، لكن الأسبوع اللي جاي إن شاء الله على كل اللي طلب مننا من حاجات خاصة بوصفات معينة خاصة بهذا الموسم، أو يعني خاصة بنوعية فواكه معينة طلبت نعمل منها وصفات معينة. النهاردة هنعمل الحمام الكذاب بطريقة لطيفة جدا وسهل وبسيط، وهنعمل كمان البطاطس المحشية باللحمة المفرومة اللي طلبت، هي من الوصفات الجميلة والمحببة جدا. تعالوا نبدأ كده بأول وصفة ونقول حمام الكذاب هنعمله ازاي. نقول بسم الله ونقول المقادير. عندي الحمام الكذاب على حسب طبعا عدد أفراد الأسرة، بيبقى 3 أوراق دجاج مخلية بالجلد، مهم قوي الجلد في الوصفة دي. طيب عندي بصل مبشور، وعندي معلقتين كبار من الصلصة، وعندي ورق لورا، وعندي حبهان ومستكة وبهارات دجاج وعود قرفة، ملح وفلفل وجزر وكرفس ومية سخنة وزيت للتحمير. عندي كمان للحشو كوبايتين من الرز المصري، فصين توم مفرومين، نص معلقة صغيرة من القرفة الباودر، معلقة صغيرة زعتر، نص كوباية من الزبيب، ونص كوباية من اللوز الصنوبر. اللوز الصنوبر ده بيتباع فيه عند العطارين وموجود بشكل الصنوبر، لكن هو في الواقع لوز، لأن طبعا الصنوبر ممكن يكون غالي جدا، واللي متوفر عنده يبقى خير وبركة. طيب وصفة الحمام الكذاب هنبدأ أول حاجة نشوف كده أوراق الدجاج. إحنا بنخليه، أنا كان نفسي يبقى في واحد كامل أخليه لحضراتكم زي ما خلينا قبل كده للدجاج الرول، كنا نخليها مع بعض. عموما هي الفتحة هقول لكم منين، تبقى هي عظمة متصلة ببعضها اللي ماسكة الدرام أو الدبوس بالفخذ نفسه. بصوا ده شكل الفخذ أهو، لو هو فخذ عادي يعني خلاص. بنفتح بالسكينة كده وببدأ أخلي العظمة اللي هنا أحررها وأخدها أقطعها، وبسيب جزء الأخير اللي هنا لأن هو ده اللي هيمثل بالنسبة لي شكل الحمامة. هو حمام بس بشكل على يعني الفرخة دي أو الورك ده هيتعمل وهيتحشي فهياخد شكل الحمامة، لأن الجزء الأخير العظمة بتاعة الدرام اللي احنا خليناها من جوه هي اللي هتدي راس كأنها راس الحمامة من فوق، هي الجزء الصغير ده. من أول هنا بشيل كل العظمة، أكسرها الأول، بديها خبطة كده بالسكينة من ظهرها، ولازم تكون سكينة قوية وحامية، وبعدين بفتح هنا كده خط طويل وببدأ أحرر الإيه العظمة عشان تطلع من هنا تبقى فصلت من الإيه من الدرام أو المفصل اللي هنا اللي في الورك. طيب هبدأ بقى أول حاجة هشتغل فيها، خليني بقى أبعد كده الكيو كاردز، وهبدأ أجيب ملح وهبدأ أجيب الفلفل. وخليني اول حاجه انا عندي هنا بصل مبشور، خليني اضيف كده شويه ميه، شويه ملح على البصل، بينزل الميه بتاعته او اساعده ينزل الميه بتاعته. انا سايباه بقاله شويه بس زودت تاني قدام حضراتكم دلوقتي، وممكن كمان احط كمان شويه فلفل عليه. وبعدين الفراخ نفسها هنا عايزه اجيبها كده، بسم الله الرحمن الرحيم، احطها هنا اهو اهو، وهبدا اديها برضو ملح وفلفل، وهاخد البصل ده جزء منه وشويه منه وهاخد بقيه الميه بتاعته، يعني هعصر كده. بصوا شايفين بنقعه من قبل ميه البصل اهو، دي ميه البصل، كل ده عشان اديتها شويه ملح اهو، شايفين، وهبدا اتبل كده ميه البصل الحلوه دي، وهاخد شويه من الملح والفلفل
كده، وطبعا الفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. كده خليني بس اخد هنا كمان هنا. كده تمام. وبعدين عندي رشة بس من، ممكن نحط من البهارات السبعة او من البهارات الفراخ زي ما انتوا تحبوا. انا بس حابة اديها كده ايه، منكهات لطيفة عشان احشي الحشوة اللي جوه الحمام الكذاب ده. طبعا لازم اعمل له حشوة رز. انا هسيبه بقى شوية كده، بصوا في التتبيلة دي كده مع حضراتكم، وهنبدأ نعمل حشوة. المفترض ان الحشوة دي هتبقى نص سوا، يعني الرز اللي انا هعمله بيبقى نص سوا، سواء جوه الحمام او جوه الفراخ او جوه البطه او جوه اي حاجه لازم الرز، ودي من احد الاسئله اللي جات لنا برضو، بيكون نص سوا. بسم الله. هاخد كده اول حاجه شويه زيت حلوين. بسم الله. وهاخد البصله اللي انا عصرت الميه بتاعتها، هقلب كده تقليبه حلوه تدي طعم وريحه حلوه. وعندي ثوم قلب، عايزه ادي بس معلش بعد اذنكم مكعب زبده صغير للطعم، مكعب زبده كده حلو هنا. عندي رشة ملح وفلفل. بسم الله. ورشة الفلفل كده شايفين، وهنحط رشة بسيطة من القرفة مع البصلاية كده. الزبيب قدام حضراتكم هنا، عايزه اعمل بس في خطوه قبل ما اخده في الحشو. عندي ميه سخنه مغليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقع الزبيب ده شويه بالميه السخنه عشان ينفخ شويه ويساعدني ما يبقاش جوه جف شديد. اهو هسيبه شويه. ماشي الكلام. انا في الحاله دي عايز اخد بس كده اللي هو اللوز الصنوبر اشوحه جنب حضراتكم هنا في طاسه، وينفع احمصه في الفرن الطريقه اللي تريح حضراتكم. اني بس اشوف هنا عشان. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني كمان هجاوب على الاسئله اللي جت اصدقاء سالوا عليها في الحلقه النهارده. بسم الله. معلش هرفع ده بس كده نأكد ايه. بسم الله كده. بسم الله. نبدأ بقى ايه، ناس عندنا اصدقاء لينا بيسألوا على عجين البيتزا، بيقولوا لي عجينة البيتزا، عجينة البيتزا لو انا شلتها في الفريزر بعد ما بتخمر عايزه اشيلها واستخدمها في وقت تاني، هل اخمرها تاني ازاي؟ على فكره هي بتتخمر مره واحده بس العجينه دي. واول ما بتتخمر انت بتقطعيها دواير على حجم الصينيه اللي انت عاوزاها، وبعدين بتبداي تاخدي منها كل دايره من دول تحطيها من فوقها دقيق ومن تحتها دقيق وتفرديها نص فرده كده، وتبداي ايه تشغليها في كيس ثلاجه او تحطيها فيه وتشيليها في الفريزر. اول ما بتيجي عايزه تستخدميها مره تانية او تستخدميها عشان دلوقتي تعملي بيها وصفه، على طول بتاخدي الاكياس دي على حسب عدد الوحدات او عدد الصواني اللي هتعمليها، وتروحي سايباها على رخامه او على رف الثلاجه لمده نص ساعه او ساعه، وتسيبيها لما تفك. بعدين تبداي تفتحي الكيس وتاخديها تدهني الصينيه بالزيت وتفرديها سواء بالمردنه او بايديك، هتلاقيها لينه معاكي جدا. لكن هي بتتخمر مره واحده، ما ينفعش تشيليها قبل ما تخمريها.
فهتتخمر التخميره بتاعتها. وخلي بالك هي لما هتبقى ساقعه كده هتبقى جميله. البان الثانيه انا بسخنها دلوقتي وعايزه احط فيها كده ايه نقطه زيت واحده، ولو ان انا مع ان احنا المكسرات دايما نحمصها في الفرن لان هي بيبقى فيها نسبه زيوت وبتبقى محتاجه ان احنا ايه نطلعها بس مع السخونيه بتاعه الفرن بتبدا تظهر وهي اللي بتحمص الـ 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 يعني المكسرات كلها عموما. طيب هبدا بقى هنا اقلب كده تقليبا اللوز الصنوبر ده هنا كده، يكون برضو الزبيب اتنقع شويه، هاخده تحميره معاه برضو احمر كده. بصوا هنا انا خليني معلش ايه انقل هنا، ممكن انقل دي كده، تسلم ايديكم. هاخد بقى هنا التوابل بتاعتي اللي انا عاوزاها. هناخد بس الاول في بوله الفراخ عايزه شويه من الزعتر هنا، عايزه رشه بسيطه من القرفه. ها خليني بس ايه اطعم الدنيا وشويه البهارات الفراخ اللي احنا قلنا حطيناهم في الاول. هاجي بقى مع الرز، هنحط كده شويه ورق لورا، كام فص من الحبهان، حط رشه من الزعتر ورشه من القرفه حلوين. وبعدين هاخد الرز كده، انا مجهزه شويه، خلينا نقلبهم كده مع بعض. وادي اللوز الصنوبر محمصه تحميصه كده حلوه، يدي بس لون عشان هحطه على الحشو ده او جوه الحشوه دي. هنقلب كده تقليبه حلوه زي ما حضراتكم شايفين، شويه بقى القرفه الحلوه وشويه البهارات. تمام، وهاخد اللوز هضيفه هنا كده، هنقلب تقليبه. وهاخد الزبيب، الزبيب مهم قوي اصفي الميه كده، هنزله اديله تحميره هنا مكان اللوز اهو، وبعدين هحطه على الحشو. بصوا بدات الحبات تنفخ شويه، الريحه بقت جميله. بصوا وهنضيف على الحشو اهو شويه الزبيب الحلوين دول، تعالوا بقى نضيفهم على الحشو بتاعنا كده اهو على الحشو، وطبعا حسب الكميه اللي حضراتكم عاوزينها. هاخد بقى شويه من الميه وهبدا اسقي كده الحشوه دي اللي انا هعمل بيها، ولكن خليني اخد معلقه صغيره بس من الصلصه كده هنا، ونقلب كده تقريبه حلوه مع الرز ده، تدي طعم حلو قوي معلقه الصلصه دي مع الحشو ده. وتقدروا تستغلوا الحشو ده في الفراخ العاديه خالص، مش شرط تكون بنفس طريقه الحمام الكذاب يعني. خليني ادي شويه ميه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم، حبه صغيرين. انا في الاخر مش قصدي اسوي الرز كليه، انا قصدي ان انا اخلي الرز نص سوا، الرز يبقى نص سوا. طبعا تبقى حشوه جميله جدا جدا. تعالوا بقى امسك بقى الفراخ وانا اوري حضراتكم كمان الحشو اللي انا مجهزاه بعد ما برد، لازم يكون بارد اهو. بصوا الجمال، هوريكم بس شكل الحشو اهو عشان حضراتكم تبقوا شايفينه. الحشو اهو يكون برد عشان اقدر احشي بيه، ادي الحشو. طيب هنبدا بقى ناخد الحشو ده. بصوا الرز مستوي ولكن نص سوا، عشان يبقى يعني يستوي بشكل كويس انا هسوي الحباب الكذاب ده جوه الفرن، فانا عايزاه يكون مستوي بشكل كويس، وهديله صوص كده من صوص الطماطم مع بيون، هتبقى الدنيا لطيفه جدا. هستسمح بقى حضراتكم دلوقتي من هنا وانا سايبه دلوقتي الرز يتشرب كده شويه، هزوده شويه ميه كمان، ونطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نشوف هنحشيه ازاي ونقفله ازاي ونبدا في وصفتنا الثانيه. مستنيه حضراتكم.
رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. دلوقتي بقى هنبدا نحشي الحمام الكذاب. باخد الورك اهو، احنا عملنا التتبيله وحطيناه وخدنا الحشو اهو مع حضراتكم. الحشو ده بصوا الرز مصري عادي بس مش مستوي بنسبه 100%. تعالوا بقى ناخد كده شويه من الحشو الجميل ده. احنا شوحنا زي ما قلنا الزبيب، اللوز الصنوبر، عايزين بقى الحشو زي ما انتوا تحبوا اهو كده. وهنبدا نقفلها نحشيها كده، نحشي لحد هنا كأن ده صدر الحمامية كده. على فكرة الوصفة دي بتسمى في بعض الأماكن أو المطاعم أو بعض الشيفات عارفينها، تسمى بالفراخ التوبكابي. هي اللي بتبقى محشية رز اللي بالقرفة بالمكسرات بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. أنا بس عايزة أبدأ أقفل هنا بالتوسبيكس أو بخلل السنان كده عشان أثبت الحشو جواها، فبتبقى واخدة الشكل ده كده، تتقفل كده زي ما حضراتكم شايفينها كده. وأحلى تسوية ليها اللي في الفرن دي، بتاخد كده الصوص بتاعها وتدخل بقى الفرن تستوي، تطلع جميلة واخدة لون حلو. هوريها لحضراتكم دلوقتي، بصوا بنقفل كده، هوريكم شكلها أول ما أقلبها على الوش شبه الحمامية بالظبط. بس بنقفل وعشان كده بنقول إن الجلد مهم جدا. بصوا بقى، بصوا ممكن نقفل دي كمان كده، هي عموما مش هتطلع حاجة لأن هي في الفرن. بصوا أهو أهو، ناخد واحدة كمان ده، وباجي هنا الجزء ده بقفل، باخد كده من الخلطة الحلوة دي. خليني بقى أرفع الرز ده، خلاص بصوا استوى أهو. بصوا ده لو عايزينه شوية سنة الرز واخد من روح الصلصة، معلقة كده حلوة أهو، ونهدي النار خالص ويبقى زي ما حضراتكم شايفينه الحشوه جميله كده. او عايزينها تسيبوها بالقرفه بس من غير اضافه الصلصه تبقى زي اللي انا عاملاها في اللي شغاله فيها دلوقتي. هناخد كده شويه منه كده، وعند الزبيب بقى والمكسرات اللي احنا اديناها تحميره كده، طعم الزبده بقى. بصوا بصوا عشان كده قلنا انه الجلد مهم عشان نقفل الحمام الكذاب او الدجاج التوبكابي. انا بميل انه يبقى دجاج توبكابي لانه بصراحه بيبقى طعمه حلو قوي، والقرفه مهمه قوي قوي، فاللي ما بيحبش القرفه مش عارف يستمتع بدي الا لو حشوه بقى عاديه خالص، لكن القرفه سبحان الله بتدي طعم جميل جدا جدا كده. نقفل من هنا كده. تعالوا بقى دي زي ده قطعة لحمة، بصوا نعم كده. وهناخد واحدة كمان أخيرة اهو، هنعمل كده هناخدها هنا وتعالوا اهو اهو. بصوا تاخد كده، ممكن نقفل دي كده زي ما انتوا عايزين، زي ما تحبوا، عايزين تقفلوها كده. انا بس بحاول اسيسها اخلي الحشو كويس، وهو لما بيبقى كمان نص سوا بيستوي بياخدش وقت طويل في التسويه، وكمان بيبقى حشو ماسك. بصوا كده اهو كده، وهنا كمان اهم حاجه بس ما يقطعهاش، لما تتقطع تبقى تعرف تحافظ على شكلها اهو. اول ما هتخش الفرن هتبدا، بصوا بقى شكلها بقى عامل ازاي، حمام حمام هنبدا بقى، هستسمحكم نعمل صوص كده سريع هنا، معلش خليني اخد كده بان كده هنا، بسم الله
احط فيها شويه من الصوص ده عشان انا هصبه على الفراخ وهدخلها الفرن حراره 180 على الشبكه في النص. ممكن تغطوه شويه في الاول وبعدين تبداوا تشيلوا تكشفوا عنه الفويل بعد مثلا 25 دقيقه وتسيبوه بقى ياخد كده ويدي، ما فيش مشكله. حط كده نقطتين هنا زيت، بصوا كده، تعالوا وتعالوا هنا، هاخد شويه صوص كده، شويه فلفل ابيض وشويه المنكهات دي مع الصلصه اللي انا هحطها اهي كده كده، رشه من الفلفل الابيض ورشه من التوابل او البهارات اللي انا حطيتها، شويه زعتر وقرفه وبهارات فراخ اهي، وخليني اصب عليها شويه من الميه السخنه او بيون شوربه، يعني لو عندي مرق مفيش مانع ان انا اضيف مرق، شويه مرق عشان تستوي فيه الفراخ اهو حبه كده تمام، وهبدا رشه الملح وكده تمام قوي. تعالوا بقى نروح هناك نصب على الفراخ بتاعتنا الايه الصلصه الحلوه اللي احنا عملناها ده. هنروح كده بسم الله الرحمن الرحيم، هصب كده كده اهو، و هتدي بقى لون جميل جدا جدا، وهدخلها الفرن دلوقتي اهو. بصوا بقى هندخلها الفرن بسم الله اهو كده تمام. طيب هنبدأ بقى دلوقتي نجهز لي الوصفة تانية لطيفة جدا، هي البطاطس الايه المحشية. كلنا زمان اتعودنا على بطاطس كنا بتتنقى صغيرة الأول، احنا النهاردة هنعملها كبيرة شوية وهنستخدمها في الوصفة بتاعتنا، بطاطس محشية باللحمة المفرومة. تعالوا ننزل كده الوصفة بتاعتنا. عندنا بطاطس محشية باللحمة المفرومة، نص كيلو من البطاطس متوسطة أو متوسطة الحجم أو صغيرة زي ما حضراتكم تحبوا، الحجم اللي يريحكم. عندنا نص كيلو من اللحم المفروم، عندنا كمان من القرن فلفل، ثمرة فلفل أخضر رومي، تقدروا تحطوا فيها اللي انتوا عايزينه، قرن فلفل حار اختياري. عايزين كمان نقدم معاها كوباية من عصير الطماطم، وعندنا معلقتين زيت وزبدة وطبعا كزبرة جافة ورشة من الملح والفلفل، فهي من الحاجات الجميلة. تعالوا نحط الأول كده شوية زيت، عايزين نشوح فيهم البطاطس تحميرة كده، تشويحة كده نقطة. وفي ناس بتحطها نص قلية كده في الزيت، يعني زي البطاطس كده، ولكن ما بتبقاش ايه متحمرة كلية تانية، يعني مش تحمير كامل يعني اهو، شوية كده. وتعالوا بقى ايه اخد بس معلقتي الخشبية كده بسم الله كده بسم الله. تعالوا بقى هنا، هاخد كده بقى البطاطس بعد ما اتقورت بالمقوار بتاعنا العادي جدا. انتوا وديتوا المقوار فين؟ كنتوا سبتهولي. هنقور كده البطاطس، بتتقشر كويس وبنقورها، اهم حاجه نعملها قاعده تقعد عليها. هاخد كده البطاطس الحلوه دي هنا، كده ونبدا. طبعا بقى حجم البطاطس ده يرجع لحضراتكم بسم الله. طبعا بتحب البطاطس الصغيره قوي، بتبقى منيو جميله كده، ميار بتحبها صغيره الحمد لله. ايوه هي دي اللي هنحشيها لحم. بتعمل فيه بتاكل اللحمه اكيد نحط بقى رشة بقى من توابلنا الحلوة، رشة فلفل أبيض يعني أنت في الآخر بتحبها جدا كده، هتدوقها دلوقتي طيب رشة ملح عشان نطعم البطاطس بتاعتنا بسم الله اهو هنا برضو
هي لازم تتاكل سخنه صح. هما هنا بيقولوا بقى ايه، بس بقى هي لما بتبرد شويه ساعات ما بتبقاش محببه ناكلها بنفس الشراهه او الشغف اللي احنا ايه بناكلها بيه ممكن وهي لسه سخنه. هي دي حقيقه لانها بتبقى لسه سخنه فبتبقى طريه قوي. اقول لك بقى على حاجه، هي لما بتبقى كده بتبقى مش مستويه قوي، لان انت غالبا لما البطاطس بتكون مستويه جدا بتلاقوها في اي وقت حتى لو بردت ما جلدتش. فده ممكن يبقى عيب تسويه، يعني ممكن يبقى عيب تسويه. وعلى فكره في ناس لا 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 لا، احنا ده ست الكل دي على راسنا والله، كل الامهات تحيه وشافوا ليهم كلهم والله، لو كانت بتعملها حتى ايه سبحان الله، كل واحد عنده ذكرى من الطفوله. يعني انا كان اليوم اللي يبقى تعيس بالنسبه لي كان اليوم اللي يبقى فيه قلقاس. انا ما بحبش القلقاس وحبيته وانا كبيره يعني جدا، لكن قلقاس سبانخ خبيزه الحاجات دي ما كنتش، كان لازم يبقى فيه اصناف ثانيه يعني يعملوا اللي هم عاوزينه، لازم يبقى فيه صنف ثاني في البيت. مستو في الشوربه الخضراء فعلا بتاعته، وكنت احب لما كبرت اكله مع الرز بشعريه الصوص بس. الصوص بس ده اللي خلاني ابدا اكله. لا والله يعني بتحبوا ولا بتحبوش يا دياب في الاخر؟ طيب تمام خلاص نعمله ان شاء الله. فبصوا بقى اديناها كده تشويحه حلوه، طبعا هي برضو التشويحه دي بتدي طعم والزبده بتدي طعم للبطاطس حلو قوي، معلقتين الزبده اللي حطيناهم. نسيبهم بقى كده وممكن نجهز احنا ايه طاسه ثانيه نشتغل فيها في الحشوه، لان احنا عايزين نعصق شويه ايه شويه لحم. ناخد بقى شويه زيت كده صغننين ونبدا نعمل الحشو هنا جنب حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا ناخد كده الايه، ناخد المعلقه دي بسم الله، شويه بصل، اللي عايز يدي فص ثوم واحد ممكن يعني اختياري يرجع لحضراته زي ما تحبوا. حط معاهم بس الفلفل وهدي رشه ملح حلوه كده ورشه فلفل، ما استخدمت هنا الفلفل الابيض بقى، وحطيت كمان على البطاطس البهارات الحلوه بتاعه اللحمه والكزبره وشويه من الايه شويه من الزبده ومعلقتين زيت وشوحتهم فيها. بقت هنا البطاطس في ناحيه زي ما حضراتكم شايفين. والحشو ايه بنجهزه في الطاسه بتاعتي كده. يلا قولوا لنا الأسئلة اللي عندكم، اتفضلوا. بصوا الكريب، في ناس بتسأل هل هو طعم اللبن لما بيتحط للكريب بيبقى أحلى ولا بالمية؟ طيب بصوا احنا اللي بناكله بره كله ما فيهوش لبن خالص عشان تبقوا عارفين، فبيبقى مية فطعمه حلو برضه فاحنا بناكله. ولكن باللبن بيبقى مغذي اكتر، لان احنا بنعمل حاجه في البيت فاحنا عايزين ندعمها بشكل حلو، فبيبقى مفيد للولاد اللي هتاكله او لينا. طب ناكل حاجه مغذيه بنحط فيه بيض وبنحط فيه لبن. هو المفروض كوبايه دقيق عليها كوبايه لبن او كوبايه وربع على حسب نوع الدقيق وكثافته. فبيبقى عامل زي عجينه القطايف كده، ده المفروض المعيار المظبوط يعني. كوبايه 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 يعني. على فكرة أنا أنا على فكرة أعرف أما كنت أقف أعمل الكراب فألاقي كلهم داخلين، وخصوصا بيبقى عندنا حد يعني فيبقوا داخلين كلهم، فبعمل رصة كبيرة كده. أنا أفضل واقفة أعمل شغالة في طاستين على النار وحتى الرصة كبيرة كده، وبعدين الرصة فجأة ببص بس يعني غلطة مني بلتفت كده لقيت الرصة نزلت خالص، فبيقعدوا ياكلوه جدا ياكلوه كده وهو لسه بيتعمل سخن قبل ما يتحط عليه اي اضافات ولا حاجه. ففي ناس من اصدقائنا بيقولوا ايه والله انا عمري ما شفته بيتحط له لبن بيتحط له بيض، احنا بيتعمل عندنا دقيق وميه وشويه ملح وشكرا على كده فبناكله كده. اول مره انا في الحاجات الغريبه دي، فقلنا له والله احنا ايه يعني احنا بنغذيكوا بس شويه يعني، لكن هو في الحالتين بينفع طبعا حبيبتي، الاثنين ينفع ما نقدرش نقول اي حاجه. الاثنين ينفع. طيب ناخد بقى كده الايه اللحمه، ننزل بقى اللحمه المفرومه ونبدا بقى نضيف على اللحمه على طول رشه الايه البهار. تقدروا تحطوا بهارات لحمه لو عايزين رشه، رشه ملح صغيره، انا حطيت فلفل ابيض، وطبعا ادي البهارات بتاعه اللحمه تدي كده تيست حلو.
للايه؟ انا بشوح على قد ما اقدر. على فكره طعم البطاطس هنا سبحان الله عن القلي في زيت كتير هتلاقوها ليها طعم. جربوها حضراتكم كده بالزبده، معلقه الزبده الحلوه دي والمعلقتين الزيت اللي حطيناهم سواء زيت نباتي او زيت زيتون، والله رائعه ما شاء الله، هتدي تيست حلو. خصوصا كمان ان احنا بصوا تبلنا البطاطسايه بالملح بالفلفل بالبهارات وديناها، وممكن تدوها رشه جوزه الطيب لو حابين ورشه من الكزبره الجاف وخليناها تمام. بصوا بقى الجمال. انا دلوقتي هبدا بقى ايه اقلب كده تقليبه للحشو ده. خلاص كده بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا ايه كده اهو. بصوا الجمال. خلاص هنبدا بقى ناخد ايه تقليبه حلوه ونجهز طبق كده عشان نحشي فيه زي ما انتوا عايزين. انا بجهز برضو الصوص، عارفين نفس الصوص اللي انا عملته للتوكابي او للفراخ اللي هي الحمام الكذاب، هستخدم منه على البطاطس على الوش بس اخف شويه من الصوص اللي فات. بسم الله. انا بقى ممكن دلوقتي عقبال ما استعد للحشوه واحطها في طبق وابردها هستسمح حضراتكم فاصل صغير وهنرجع بعد الفاصل نستكمل الحشو ونشوف هنعمل ايه مع بعض. مستني حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. انا طلعت الحشو بس في طبق وطلعت البطاطس بعد ما شوحناها قدام حضراتكم في معلقه الزبده والزيت، وبدات بقى اعمل هنا ايه في مكان البطاطس، اخد معلقه الصلصه واحط شويه من عصير الطماطم علشان ابدا اسوي فيها الايه البطاطس، وطبعا رشه فلفل، رشه من البهارات ورشة ملح أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ونسيبها بس الصلصة شوية كده عقبال ما نحشي إيه البطاطس مع بعض. بسم الله. تعالوا بقى نبدأ نحشي بقى البطاطس. أنا عندي هنا بطاطس، هاخد كده اللحم. بسم الله. شايفين إزاي؟ نكبس كده شوية هنا اهي. بس عايزة اقول لكم بقى الطعم اللي احنا حطينا فلفل ابيض في الصلصة وحطينا ملح وحطينا بهارات. ده بس كده. الله الله. بصوا نكبس بس عشان تاخد حشوه حبه حلوين، وطبعا بنوقفها كده، وطبعا زي ما اتفقنا حجم البطاطس يرجع لحضراتكم، يعني اللي بيحبها صغنونه وجميله من نوع كده مفيش مشكله زي ما كانوا مامهاتنا وجدتنا بتعمل زمان. بصوا اهو، اللي مش حابب يحس طعم البصل قوي كده كبير يخليه مفروم ناعم قوي او يبشره مفيش مشكله اهو كده. كده نحشي بقى ده. هحط المفروض شويه من الصوص ده في القاع بتاع البايركس. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ده اهو هنا ده. ونبدا طعم الزبده مع البطاطس اما خدت بقى التحميره الحلوه في شويه زيت صغيرين، يعني احنا ما حاولناش نحمرها زي ما بنحمر البطاطس بمعلقه الزبده دي بتدي تيست حلو قوي للبطاطس كطعم. كمان المنكهات اللي احنا حطيناها، البطاطس من الحاجات اللي تتشرب بسرعه قوي عامله زي السفنجه بالظبط. الناس بقى اللي بتعمل بطاطس نص قاليه ممكن تعمل بطاطس دي فوق على البوتاجاز عادي، مش شرط تدخل للفرن يعني، ده برضو طريقه تانية. كده تعالوا بقى نعمل كمان هنا. بسم الله كده. شايفين الجمال؟ الله الله اهو. بسم الله. اللي عايز يحط بقى جبنة على الوش ماشي. تعالوا بقى شوية الصوص دول، انا مش عايزة يعني ايه انها تتسبك قوي تسبيكة شديدة. بسم الله اهو. خليني بس ايه اعدل دي كده اهي تمام. هنحط
هنحط كده. بصوا بقى شويه كده كده، بسم الله تتصلصل بقى في الفرن بشكل جميل. عايز يحط رشه زعتر يحط، عايز يحط بصل باودر وتوم باودر بدل البصل اللي احنا حطيناه في اللحمه، مفيش مشكله خالص اهي. وندخلها بقى الفرن. بصوا كده شايفين الجمال اهو، ندخل بقى الفرن ونبدا في الوصفه اللي جايه. طيب تعالوا بقى ندخلها كده الفرن ونبدا. الفرن طبعا شغال على 180 نفس درجه حراره. بصوا التكابي بقى، بسم الله. عايزه اوري لحضراتكم، معلش خليني ايه، بسم الله بسم الله. الله 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 الله، الطعم والريحه الله اكبر. بصوا بس كده، خلينا نطلع البطاطس فوق. الريحه بتاعته تجنن، الروعه. بصوا بقى ادي التوبكابي، احنا بنحاول بس نقدم الطبق اهو، وادي البطاطس اللي احنا عملناها كده، بسم الله. فتحنا منهم واحدتين. وتعالوا بقى نبدا في وصفه حلوه قوي، جميله وسهله ومطلوبه جدا. تعالوا نشوف المانجا او المانجا فلوت بتتعمل ازاي. وصفه اعتقد كوريه او وصفه مشهوره قوي، بتتعمل بالمانجا. هي فكرتها بسيطه قوي على فكره، وفيها مشابهه لحاجات كتير قوي بنعملها. تعالوا نقول وصفتها. تعالوا نقول كده، المانجو فلوت هي خمس ثمرات من المانجا. اعتقد المانجا بدات لسه في الموسم بتاعها، ما بقتش يعني حلوه قوي، لكن هنلاقي السكري منها او الحلوه منها. عندي باكيتين من البسكوت، بسكوت الشاي اي نوع مفضل لحضراتكم، لتر من الكريمه الحلويات، وعلبه من اللبن المكثف المحلى، ونقدر نعمله في البيت زي ما اتفقنا، وناخد منه على الاقل نص كوبايه. وعندي علبه قشطه من القشطه العلب، وكوبايه من اللبن. وصفه خفيفه وجميله قوي قوي قوي. تعالوا بقى نقول بسم الله ونبدا ايه. تمام، تعالوا بقى اول حاجه كده ناخد الوصفه دي، وصفه حلوه. تعالوا نضرب الكريمه الاول كده، ونلبد المحلى بقى، ونشوف الدنيا معانا عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد كده وصفاتنا الحلوه. بسم الله نفتح. هناخد ادي اول حاجه، بسم الله، ادي الكريمه. وهناخد الحليب المكثف المحلى، وخليني معلش اجيب الايه السباتيولا. هنفضل بقيه الحليب المكثف المحلى ده، قلنا طريقته في البيت للي عاوز يعمله. كوبايه سكر بودره، كوبايه لبن بودره، بصوا كمان. تعالوا بقى بسم الله نضرب الاول الخليط ده، وبعدين نبدا نضيف القشطه العلب. بسم الله. تعالوا بقى نعمل احنا خطوه تانية واحنا مع بعض دلوقتي في البايركس ده، نشيل بس هنا، ناخد البايركس ونبدا نرص فيه، او ناخد البسكوتات. بسم الله، هضيف القشطه تاخد في الاخر. بصوا بقى، هاخد البسكوت في اللبن، ما يبقاش كتير عشان مش عايزاه يبوش، وتستخدموا نوع بسكوت يكون حلو. ده بسكوت قمح على فكره، كريمه كده كده بتطريه. تقدروا تستغنوا اصلا عن انكم تحطوه في اللبن، بس انا بحب اديله كده ايه، لو نوع تاني اخف ما تحطلوش اللبن، يعني حضراتكم ما تحطوش ايه اللبن. خليني بقى ابدا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نضرب ضربه حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم، تمسك بس الكريمه
الحضيف وانا شغاله كده القشطه معاها اهو. تنفع قشطه نباتي وتنفع قشطه العلب اللي يعجب حضراتكم، الاثنين ينفعوا. تعالوا بقى ناخد معلقه كده جميله، معلقتين كده حلوين، نعمل طبقات بقى حلوه كده من الايه الكريمه بالقشطه بالحليب المكثف المحلى. بسم الله. احلى حاجه عشان تاخدوا قوام حلو ان الكريمه تكون ساقعه. يفضل لو حضراتكم تسقعوا الكريمه الويبنج كريم دي في الثلاجه من قبل علشان تدي نتيجه سريعه. هفترض ان الكريمه طلعت خفيفه مع حضراتكم، ممكن ندعم بنص كيس او معلقتين كبار او ثلاثه من الكريم شانتي. وتقدروا بما اننا حاطين حليب مكثف محلى استخدموا كريم شانتي بدون سكر عشان ما تبقاش لزعه جدا، لان احنا حاطين حليب مكثف محلى في الوصف. هنضرب بقى ايه ضربه حلوه كده لحد ما تتماسك وتدينا قوام حلو. بصوا بقى، وهنبدا نعمل طبقات جميله جدا، بس هتبقى الفكره فيها في انها الفاكهه بالمانجا بس. فهنستخدم شرايح المانجا بقى الحلوه دي ان احنا نستغلها. بصوا بقى الكريمه، بصوا شرايح المانجا القمر دي، شرايح مانجا جميله جدا. والكريمه ايه؟ داخلين بقى احنا دلوقتي على موسم المانجا، نعمل حاجات كتير بالمانجا ونعمل كل حاجه حضراتكم عاوزينها، كل حاجه بتحبوها بالمانجا هنعملها ان شاء الله. شايفين تقلت ازاي؟ تتقل حبة كمان. بصوا خليني اشوف كده تمام، اشوف القوام. لا حلو، انا شايفة ان القوام كويس. ممكن اديها بس ضربة سريعة اخر حاجة. بعد كده هي اصلا كوصفه هتدخل الثلاجه وهتتماسك اساسا على الاقل 6 ساعات عقبال ما نبدا اهي. لازم تعمل المنقار ده عشان انا اطمن. المنقار ده مهم قوي عشان لو زودت عن كده تفصل الكريمه وتعمل زبده، وساعتها هتستخدموها برده لو ده قدر الله حصل، ما تتضايقوش ابدا. تقدروا تستغلوها تاني جدا جدا. تعالوا بقى ايه ناخد كده ايه الكريمه. بسم الله، هنا كده طبقة كريمة، وبعدين هنحط بقى طبقة مانجا حلوة كده كده مع الحليب. احنا حطينا في الكريمة دي وبن كريم مع قشطة مع حليب مكثف محلى، وبعدين هنبدأ نرص المانجا بتاعتنا. بسم الله. ده تعالوا بقى نحط طبقة بسكوت تانية. كده زي ما قلت لحضراتكم لو البسكوت خفيف مش محتاج ننزله في لبن او حاجه، وعاده بتتعمل بيه بسكوت مربع، مش شرط يبقى مدور بس عادي يعني اللي موجود عندكم في البيت استخدموه، مش اي مشكله خالص. ممكن بقى نضيف وندعم تبقى ايسانس المانجا، ممكن ندعم بعصير مانجا مع الجيلي مانجا مع الحاجات الحلوة دي. تعالوا بقى نحط كريمة تاني كده
مش عايزة أعلي قوي، فأنا هكتفي بطبقتين بصوا كده. بصوا ناخد كده، شايفين 6 ساعات بقى الخليط ده هيتماسك. هتقطعوا كده بالقطعة تاكلوا تستمتعوا بيها. اللي عايز يعملها بجالي مانجا يعمل. نقدر نضيف الكريمة دي، أنا بس قلت لحضراتكم هي دي الطريقة البسيطة اللي بتستخدم غالبا يعني. نبدأ بقى نحط طبقة ايه مانجا حلوة كده، وممكن نعمل فوقها طبقة جيلي مانجا لو احنا حابين، وتدخل التلاجة ممكن قوي كده. من الحاجات الرائعة حقيقة يعني. كل محبي المانجا بقى عيشوا الحياة. بصوا الله. خلينا بقى نشوف احنا مجهزين واحد اهو، وطبعا بصوا جميل ازاي. بسم الله احنا مجهزين واحد. ده بقى ممكن نديله جيلي كده مانجا، تقدروا تنوروه بجيلي المانجا. بصوا هنا دي شرايح مانجو، دي طريقة للتقديم لو عملنا لايرز كتير. بس المانجا هنا سكري فحلوة، شايفين اللون الناطق ازاي بتاع المانجو. هنا المانجا كانت لسه، طبعا نوع المانجا بيفرق كتير خلينا متفقين. فعندنا هو الاتنين، انا هقدم الاتنين. وخليني برضو اخد كده ايه اشيل ده. المانجا هنا طبعا جميله ومستويه وتجنن، وهنبدا بقى نقدمها كده بعد ما انتم. ايوه هنقدم بقى القمر ده هنا، وهناخد كمان تقدروا بقى الجيلي المانجو او جيلي الجيلي التلميع زي ما تحبوا حضراتكم. في جيلي تلميع ساخن وفي جيلي تلميع على البارد، انا بفضل زي ما قلت لحضراتكم الساخن. بناخد معلقه منه، بيتباع في محلات مستحضرات الحلواني على النار، بيدوب ويبقى زي الميه خالص. باخده بالفرشه ألمع على الحاجات بتاعتي، او لو مفيش عندك معلقه جيلي بشويه ميه ونلمع جيلي من نوع الفاكهه المانجا اللي هي عاملين بيها المانجو فلوت. النهارده عملنا البطاطس المحشيه باللحمه المفرومه بطريقه بسيطه وسريعه، وقلنا بدل ما نقليها نص قليه عملنا الدجاج الكذاب او الحمام الكذاب او التوبكابي بشكل حلو. عملنا المانجو فلوت بلايرز كده وطبقات من البسكوت. واتمنى يا رب ان الوصفات النهارده تكون يعني نالت اعجاب حضراتكم، واتمنى نكون دايما بنوفي الاسئله اللي بتطلب مننا او بتتسال عليها، وكمان الوصفات اللي حضراتكم بتطلبوا ان احنا ننفذها. متواصلين دايما مع بعض ودايما حضراتكم معايا، وبشكر ربنا على نعمته على فضله وعلى محبه حضراتكم. دي اهم حاجه الحقيقه، بتدي الواحد اشارات كده انه ممكن يكون ربنا يعني ناظر له نظره رضا ولو يعني حاجه بسيطه، فدي نعمه كبيره جدا. انا بشكر حضراتكم جدا لحسن المتابعه، شكرا جزيلا لكل حد كتب لي كلمة راقية ودعوة من القلب، وتمنى لي كل حاجة سعيدة. ربنا يسعد أيامكم جميعا يا رب. ومن هنا لحلقة جديدة أتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوف حضراتكم على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة، والسلام عليكم.